بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يوم أحد الشعنين، اليوم اللي دخل فيه السيد المسيح أورشليم، يوم تاريخي غير كل المفاهيم. الرب يسوع المسيح دخل أورشليم في موكب عظيم، والجموع هتفت مبارك الآتي باسم الرب أوصانا في الأعالي. اللي حصل إن المدينة كلها ارتجت وهتفت بالصوت العالي، وما زال هذا الهتاف الجميل بنكرره في كل سنة في احتفالات أحد الشعنين. لم يدخل المسيح أورشليم في موكب عظيم، في مراكب تجرها الخيول، أو في محاط بالشرفاء وبالعظماء بتوع الدولة، ولكن دخل المسيح في موكب متواضع جدا، حاجة بسيطة جدا. مشهد بيعرض تناقض، فالملك دايما مرتبط بالعظمة وبالفخامة، لكن السيد المسيح له المجد النهاردة غير المفهوم ده، هو إن الملك ليس هو مرتبط بهذه الأمور، ولكنه مرتبط بالعدل والاستقامة والبر. وحقيقي قال السيد المسيح: مملكتي ليست من هذا العالم. ليس ملكوت المسيح ملكوت سياسي، ملكوت أرضي، ولكنه ملكوت سماوي روحاني أبدي. لم يأتي المسيح لينصب نفسه ملكا على الأرض ولا على شعوب ولا على دول، ولكن إلها وربا وسيدا يملك على قلوب المؤمنين باسمه. تعالوا بينا نشوف عدة مواقف في هذا اليوم الجميل اللي احتفلنا فيه بدخول السيد المسيح ملكا ومنتصرا في مدينة أورشليم. أول حاجة بنلمحها هي الطاعة الفورية. السيد المسيح لما جه داخل أورشليم بعت 2 من تلاميذه عشان يحلوا الجحش المربوط والأتان ويجيبوهم للسيد المسيح عشان يخش يدخل بركبهم ويدخل بيهم أورشليم. طلب غريب وغير منطقي، ويعني محفوف بالأسئلة وبالمخاطر وبالاستفسارات، ونتيجته غير مضمونة. فمنين يضمن التلميذين اللي رايحين دول ان صاحب الجحش هيوافق ان هو يفكه ويدهولهم؟ المهم نقرا في الكتاب المقدس انهم سمعوا الامر وراحوا ينفذوه فورا، لم يناقشوا لم يجادلوا زي ما قال لهم المسيح. احيانا كتير جدا ربنا يطلب مننا حاجات ويبقى عايز مننا مسؤوليات، واحنا نقعد نحاجج ونتناقش ونستفسر، ودي حاجة مش مفهومة، وازاي نعمل كده، واشمعنى انا اللي اعمل كده، وطب ما في غيري، طب هل لو انا رحت هيصدقوا كلامي؟ يعني تدور استفسارات عجيبة جدا. والغريب في الموقف ان لما التلاميذ راحوا وابتدوا يفكوا الجحش وياخدوه، سألوهم قالوا لهم إجابة مختصرة جدا: الرب محتاج إليه. جواب بسيطة جدا كانت كافية انها تقنعهم، وخدوا بركة وقدموا حاجة في هذا الموكب الكبير. تاني موقف بناخده في هذا اليوم الجميل هو ان لما المسيح دخل أورشليم، التلاميذ والتابعين لهذا الموقف كانوا ناس بسطة برضه، هم كمان كانوا شوية عمال، شوية فلاحين، شوية ناس بسطة، شوية رعاة أغنام، حاجات زي كده. خلعوا ثيابهم وفرشوها تحت أقدام المسيح وهو داخل. الثياب هنا دي عبارة عن يعني زي الكود، زي الياس، زي الغطاء الأخير اللي الإنسان ويبدو في الوقت ده كان الواحد ما عندوش أكتر من ثوب واحد يعني. لكن هذا التصرف يحمل عدة معاني. أول حاجة يحمل معنى التكريم، بيكرمه. ثانيا التأييد، بيؤيدوا أن هذا هو الملك الآتي الداخل إلى أورشليم. واخدين بالكم؟ وثالثا أنهم يعني لما قدموا أغلى ما عندهم للمسيح. فهذا نوع من الدرس المفيد الجميل لنا النهاردة، أننا عندما نقدم أجمل ما نملك وأحلى ما نملك وأعظم ما نملك لشخص الرب يسوع المسيح.
موقف ثالث، سعف النخل وأغصان الزيتون. هنا الشعانين بتحمل يمتزج فيها النصرة مع السلام. النصرة ده الزعف، السلام ده الزيتون. فسعف النخل شعار للمدح وللانتصار، والرب كان قادما لغلبة الموت والانتصار على الشر اللي في العالم. والزيتون يرمز للسلام، فالرب قد جاء ليصنع سلاما في العالم. فعشان كده المسيح دخل أورشليم لكي يتمم إرادة الآب ويكون كاهن عظيم، وهو في نفس الوقت هيبقى الذبيحة عشان يصالحنا مع الآب ويعيد السلام بيننا وبين الآب ويكون ملكا حقيقيا على قلوبنا وعلى أرواحنا. الملاحظة الرابعة والأخيرة أن الهتاف لما هتفوا للمسيح قالوا له أوصنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب. كلمة جملة جميلة بنرددها كل سنة في ذكرى دخول المسيح أورشليم، وياريت ندرك معناها، ندرك قوتها، وياريت أن في حد الزعف نحتفل بالمسيح ملكا. جاء المسيح يملك منتصرا على قلوبنا وعلى أرواحنا وعلى حياتنا، وعشان كده نلقبه في الكنيسة بأنه ملك، نقول له يا ملك السلام، لأنه هو ملك على قلوبنا وعلى حياتنا. نفتح له قلوبنا كلنا ونسلمه حياتنا ونقول له يا رب أنت هو ملكنا وأنت هو إلهنا وأنت هو مخلصنا، وأنت وحدك تستحق كل هذا المكان في حياتنا، لإلهنا المجد والكرامة في الكنيسة.